فاذا رح تابع بتعليقاتكم على الفيسبوك. منار عم تقول انه عن جد ببين علي من اول ثانيه فعلا ما بقدر اخبي ابدا. داليا قال بعيط وبصرخ. نينار قال دغري ببين علي وبخافوا منا العالم. يا لطيف الله يستر. ولا قال 100% واضح. وسلام لا ديانا عم بتقول انه ايه ببين عليها كثير. وتحيات لنا كمان من الجزائر اكيد غير مشاهدينا بلبنان. راح نتابع هلا مع محطه راح اهديها اليوم للشيف عبد الله انه كمان بده ما بده بالسينما ولا عم تغزل لك باكلاتك ما بدك الفقره الصغيره تبعيتي اللي بتقطع نهار الاحد. امرنا لله يلا خلينا نشوف شو في افلام بالسينما. ضمن افلام الاسبوع ثريلر سيرفايفر عن سيرفيس اوفيسر اجنبي موجود بلندن عم بيحاول يوقف هجوم ارهابي على نيويورك ولكنه بصير متهم بقضايا ما ارتكبها مع بيرس بروسنن وميا جوفوفيتش. والفيلم الدرامي رويال نايت اوت بوقت انتشار السلام حول اوروبا بيتم السماح للملكه والاميره انه ينضموا للاحتفالات ولكنها رح تكون ليله مليئه بالمفاجات والمخاطر مع سارة جادن، ايميلي واتسون وجاك رينر. والفيلم اللبناني الدرامي السر المدفون مع مجموعه كبيره من الممثلين ابرزهم عمار شلق، كارمن لبوس، يوسف حداد وباسم مغنيه والاخراج لعلي غفاري. فاذا من بعد هالمجموعه من الافلام خلينا نشوف مجموعه ثانيه من الافلام هيدي سبيسيال للشيف عبد الله. كمان مرحله ثانيه؟ لا لا هيك اتفقنا. رح ننتقل لعندك هلا لحتى نشوف وين سرت بتحضيراتك ورشه ملح. لكن وصلنا لختام عالمنا الصباحي. سوري، وصلنا لختام عالمنا الصباحي. مثل ما بلشنا مثل ما بنقول اللي كان معنا هلا وما كان معنا قبل، شو عملنا اول فقره؟ عملنا ترويقه من الفته تبلناها بالزعتر الحربي وبالمردكوش ورجعنا حطينا معها تشكيله خضره، حطينا زيتون مفقه، حطينا من الخيار وحطينا من البندوره الكرزيه ومع زيت الزيتون كانوا كثير طيبين واكيد شربنا معهم شاي، هيدي ترويقتنا. ثاني وقفه شو عملنا؟ جبتنا مشمش وخوخ مجفف. فيكم تروحوا على التين، فيكم تروحوا على الزبيب، فيكم تروحوا على اللي بدكم اياه من الفواكه المجففه حتى في ميكس جاهز. بنفرمه بنحط له نص كوب سكر، ثلاث ارباع كوب من المي، وبنضيف لهم مزاهر وموارد وبنخليهم يغلوا ليصيروا يطروا عنا ويصيروا مدبسين او مثل ما بيقولوا دبس، بيصيروا معسلين بقلبهم سكر. شو حنعمل فيهم؟ خلينا نشيل اللي بالفرن بالاول. لانه بدنا نرجع نستعمل الصينيه ف حشيل السمبوسك اللي عندي بالفواكه المجففه اللي صاروا جاهزين. فينا نغطس فيهم قطر، فينا نغطس لهم صوص شوكولا، وفينا نعمل لهم صوص الكراميل الطوفي. انا حاكتفي انه احط معهم من الفستق الحلبي. لكن لنرجع لخبريتنا، لكن عندنا الفواكه المجففه هناخد بهالطريقة هنعمل هالتشكيلة لنلحق نخبزها لفقرتنا آخر ربع ساعة. بهالطريقة أنا اليوم نقيت عجينة السمبوسك، فيكم تنقوا عجينة البقلاوة، فيكم تعملوا عجينة الرقاقات اللي بدكم إياه، ما في مشكلة عنا طالما نحن المزيج نحن عم نتحكم شو هو. عجينة السمبوسك نقيتها لأنه طريقتها سهلة عليكم بالبيت. عجينة البقلاوة حتاخد معكم شوية وقت أكتر، وفي عالم ما بتحب الدسامة لأنه عجينة البقلاوة بدنا نحط لها من الزبدة أو السمنة المكررة، بس نحنا بدنا نعملها طبقات فوق بعضها. فأنا رحت بالوصفة لخبرية عجينة السمبوسك، ومثل ما قلت لكم فيكم تستعملوا عجينة الرقاقات. الحلو بهيدي الخلطة بتضاين عندي جمعة بالبراد، فأنا حأتركها عندي لأرجع أستعملها. نجي للسمبوسك اللي حضرناه، منبلش من هون. بنطوي هالمثلثات بهالطريقة. نترك مجال لنرجع نقدر نسكرهم، حنسكرهم بالبيض المخفوق، وإذا ما بدكم تحطوا بيض مخفوق
فيكن تسكرون بشوية طحين مدوب بمي. هيدي المواد إن كان الطحين المدوب بالمي أو النشا مدوب شوي بمي أو البيض حيشتغلوا عنا مثل مواد لازقة وتسكر عنا السمبوسك بحال بدنا نقليها. بس نحنا ما بدنا نقليها، نحنا بدنا فينا نقليها ونغطسها بالقطر، ما عم نقول ما فينا، نحنا بدنا نعملها مشوية بالفرن مثل اللي شلناهم هلا من شوي من الفرن، كانوا جاهزين وهلا حيفوتوا هيدي الخبرية كمان على الفرن. مثل ما بتشوفوا خبرية ما أخذت معنا وقت كتير طالما نحنا محضرين كل المواد اللي عنا. أكيد فينا نتشارك نحن والعائلة بمساويتهم، بيطلعوا كتير حلوين خصوصا نهار الأحد بعد الغداء، يكون واحد متقل بالغداء فهيك في ياكل شي حلويات خفيفة مع مثل ما قلت لكم صوص الشوكولا أو صوص الكراميل. شو حنيجي نعمل؟ عنا البيض، البيض المخفوق حنيجي مثل ما قلت لكم ونلفها بهالطريقة تصير عندي ملزقة ما ترجع تفتح. حنكمل كل هالحبات انا حاطط ورقة زبدة تحتهم، فيكن اذا عندكم صينية منا ما بتلصق يعني من التفلون فيكن ما تحطوا ورقة الزبدة، انا حبيت احط ورقة الزبدة. وما بدها وقت كثير بالفرن، حتشوفوا انه بدها تقريبا فترة شي 6 دقائق 3 دقائق على كل ميلة إذا بدكم تقلبوها وتعطوها لون على الميلتين. العجين اللي عنا بسهولة بيرجع بفوت على الفريزر فينا نرجع نستعمله، وإذا عنا شي حشوة من البيت بالبراد جبنة كمان فينا نعملها مع شوية بقدونس تطلع أكلة. لكن صارت عنا جاهزة، حنغير الكفوف. لكن اول وصفه شفنا النتيجه كيف بتكون، وحناخذ بعدها سخنه حناخذ الصينيه نحطها بالفرن حنعير لها 6 دقائق. العجينه اللي عندي ارجع ضبها بعدين وبرجع بستعملها، اهم شيء نرجع ننظف. وصفتنا الثانية اثنيناتهم فيهم طحين، اثنيناتهم فيهم بيض، اثنيناتهم فيهم بيكنج باودر، وانا قصدا اليوم نقيت الوصفتين تقريبا نفس المكونات لورجيكم الفرق كيف فينا نعمل كعكتين بطريقة مختلفة او بنكهة مختلفة. عندي هون من بان ماري، بان ماري هو حمام مائي، اليوم نحن البان ماري اللي عندي ساخن عم دوب شوكولا، وعندي من القهوة سريعة الذوبان حضف لها شوي من المي لأنه الشوكولا اللي عندي بدي تكون نكهته قهوة. فاللي حيصير حكمل أرجع الشوكولا تدويبه بالقهوة، خليها تمتزج على النار مثل ما نشوف كيف صار لون الشوكولا عنا عم بيلمع، أكيد لأنه ضفنا له القهوة وضفنا له شوي من السائل المي. حنكتفي بهالقدر وحنطفي. نجي لاول خبريه اللي هي الاورنج ميني كيك او الاورنج كب كيك او الاورنج كيك، حتى اذا بدكم فيكم تمشوها بالقوالب اللي بدكم اياها. عندي 3 اكواب من الطحين، عندي 5 بيضات، الوصفات اكيد حتمرق قدامنا على الشاشه، عندنا من السكر، عندنا من حليب البودرة، الزيت، عصير الليمون أو عصير البرتقال، مي، برش الليمون، وبيكنج باودر، وفانيلا. أهم شيء نحن وقت اللي بياخد عنا هو تحضير، يعني نحن طالما محضرين وعارفين حالنا الستبس شو بدنا نبلش، الريسيبي ما بتاخد وقت. بس إذا أنا ما محضر كل هيدول وبدي إجي زين طحين وارجع زين بيض وكسر البيضات وهذا، حتاخد معي الخبرية وقت. فأهم شيء يكون عنا التنظيم. اللي حنعمله حنحط السكر وال5 بيضات. اكيد فينا نشتغل على المكنه، المكنه تركتها انا لنعمل عليها كيك الشوكولا او كيك الجوز وقهوه الشوكولا.
هنخفق السكر والخمس بيضات. بدنا نتعود نشتغل بالايدتين، يعني بنبرم وبنخفق، او اذا بدكم فيكم تحطوا شقفه تحتها اذا ما بدكم تبرموا الجاد. بهالطريقه هنشوف السكر انه بلش يفصل عنا او بلش يصير مثل بيست مع البيض. ما بدنا نخفقهم اكثر من هيك، هنبلش نضيف لهم هلا السوائل. هنضيف كوب من الزيت، نص كوب من عصير الليمون الفريش. لكن حطينا خمس بيضات، حطينا السكر، حطينا الزيت وعصير الليمون. هلا صار وقت نزيد برش الليمون ونزيد 3 معالق من البيكنج باودر وملعقة من الفانيل. إذا عندكم فانيل سائل كمان ما في مشكلة، فينا نحط ملعقة صغيرة من الفانيلا السائل. هذا المزيج اللي عندي. شو حضيف له هلا؟ هنضيف له 3 معالق من الحليب ومنكمل حرك، وحنضيف 3 أكواب اللي عندنا من الطحين. لكن طحين حليب بودرة حطينا من عصير الليمون، من الزيت النباتي، من السكر، من البيكنج باودر، واكيد من برش الليمون ومن الفانيلا. اذا بتلاحظوا تركت عندي نص كوب من المي لشوف عندي انه العجين اذا بده شوي من المي، يعني هذا اختياري. بهالطريقة بنأكد انه ما في شيء عنا لازق. عجينتنا او الكب كيك اللي عنا صار جاهز. شو حنعمل هلا؟ هنضيف بعد شوي من المي. زمر الفرن، خلينا نشوف شو صار عنا بالسمبوسك. السمبوسك اللي عنا صار وقت انه نقلبهم. هنحطهم هون ونقلبهم على السريع. هنكمل عليهم كمان فترة 3 دقايق تانيين ونرجع نشيلهم ونحطهم حد السمبوسك اللي جاي عملناهم. وهي 3 دقايق حتى ما ننسى. نرجع لخليطنا. شو صار نحن هلا بدنا نضيف له؟ عندي من القطر اللي نكهته بالنعنع، قطر نكهته بروح النعنع او سيرون نعنع. اذا ما عندنا سيرون نعنع فينا نغلي نعنع مع سكر ويصيروا عندنا شوي كونسنتري ونقدر نستعملهم يصيروا مكثفين. حاخذ مقدار 3 معالق كبار من القطر النعنع واخلط الاورنج كيك. ما بدي العجينه تصير كلها خضراء. حناخد بريك، برجع انا وغيدا ومنكمل وصفتنا لليوم. بريك، ناطركن. لازم تكون طينتها منيحة حتى تقدر تستر عليها. لازم تكون قوية ومتماسكة، ما تفرط لأقل سبب. بنفس الوقت لازم تكون ناعمة، يعني بالمشبرح لازم تبيض الوش. قدم علمية. أنا موري وهيدا شغلي. هيدي آخر الضحايا، كلهم الباقيين اختفوا. بس هلا رح نشوف الحلويات لانه نحن هدول اللي ناطرينهم من اول النهار مع الشيف عبد الله ورشه ملح.
لكن وصلنا للختام على منار. اليوم عندي ارجع اشيل السمبوسك الحلو او سمبوسك الدراي فروت اللي عملناهم. اكيد نحن عملنا قبل بردين صح، بس هو اللي طبقناهم قدام المشاهدين بهيدي الطريقه، واكيد نرجع بنحط لهم مثل ما حطينا لاول صحن فستق الحلبي. هيدي بالنسبه لاول ريسيبي. رن الجرس شلناهم على الفرصه خلص. نجي للكب كيك، شو حطينا؟ حطينا طحين، حطينا سكر، حطينا بيض، حطينا عصير الليمون من الزيت، الفانيلا، البيكنج باودر، وشو حطينا بعد؟ شو عم تتذكر؟ اكيد حطينا الليمون، قلنا اللي حطينا الليمون. حطينا القطر اللي عملناه بسيرو النعنع، اوكي؟ لانه الليمون والنعنع بيلبقوا كثير. صح. بقي عندي خلطه، اكيد هولي بكره ان شاء الله بينخبزوا. شو حاعمل فيها؟ حنفضيها ضربه واحده. ضربه واحده هيك بهالطريقه. اوكي. لكن الكب كيك كمان، نحن هيدا الكب كيك عندنا جاهز. غيدا شو بدك تعملي هلا؟ بدي اكل. لا حناخذ غير الاكل؟ الكرزات معمولين بسيرو النعنع ونزين الكب كيك بهالطريقه. مش عليهم كلهم. اذا بدك. انا بحب النعنع على الناشف، بس ما بحب النعنع هيك. طيب ماشي. كل شيء حزين عم يعمل شيء. بدنا نمشي مثل ما بنحب. لغيدا. يلا. شيء لغيدا ها. شكها قبل هون وبعدين شكها بالهواء. اذا بدك. يلا. وفيك تحطي، نحن عملناهم باثنين شيب. عملنا الميني كيك وعملنا المافن. ايه. بهالوقت نرجع منمسح. بهالطريقة. وبنرجع للبراد. إذا بتتذكروا شو عملنا. ما تذكر، أنت قول بس. حطينا. أنت قول أول كلمة، نحن بنتذكر. كوب عصير حامض فريش. حطينا كوبين من المي، ثلج مبروش، حطينا كوب من السكر، واخر شيء ضفنا لهم توت طازه، عم نعمل ليمونيد على التوت. على القد. هلا اذا بيحذروا المشاهدين على تبعيه المافنز. هيدي اي وحده لغيدة. اي وحده لغيدة ما عليا. هيدي لإلي انا. اللي ما عليا احسن ما نخسر بعض. كرز. اوكي. هيدي للمشاهدين وللشباب هون. يا. للكل. حنبلش. نسكب اول كبايه وبعدين حنسكب كبايه بس لنورجيكم شو النتيجه اللي عنا. بعد في شو بدك شكون على الجاتو؟ لا على الجاتو خلص بزياده. لا خلص جاتو لا. وعنا نسترو. لكن ليمونيد التوت صارت جاهزه. الباقي اللي عندنا حنرجع نسكبه بعدين. اوكي. حنحطها هون. نجي لاخر وصفه عندنا. يلا. اللي هي الكيك مع صوص الشوكولا. تعبت نفسيته عم فرج على الشوكولا انا. يلا ها. حرقصتني بالاشياء. طيب ما زلت تعبت نفسيتك، شو حنعمل نحن؟ شو حنعمل؟ حناكلهم قدامك. لا يا. حنجي. الكيك نحن عنا معمول صح، هنجيبه لهي الميلة. فينا قشطك جوزي منهم؟ اكيد. يلا ها شوف هناخد. ما عليه. من سكر البودرة. ما غيرت الديكور. لا ما غيرنا الديكور. هلا حنغير الديكور. بهالطريقة حتى ما نزعلك. لانه ما فينا عزعلك يا ست غيدة. ميرسي. بعرف هيدا الشيء، ميرسي. حلو الواحد يكون عنده ثقة بحاله، ايه؟ الحمد لله. طيب. ثقة مفيدة. وحنيجي. مش الغرور، هو الثقة الأساسية. ما تقوموا لينا يا شباب. عادة الشباب بقصوا بس هلا. مثل ما بنشوف الشوكولا بقلبه مع القهوة. هيدي القطعة فينا نبلش فيها. وهيدا الباقي عندكم. موجود هون. كيف وصلنا لهيدا الكيك؟ يلا. حطينا 250 جرام من الزبده وضفنا فوقهم من السكر. عندي قلبين للكيك
حطيت لهم شوي من الزبده او مرختهم بالزبده. شو هعمل؟ هنغبرهم شوية. ايه شوية ما بنقول هنعمل لهم غبره طحين. ايه وخاصه انه هول ما حينخبزوا اليوم، حينخبزوا بكره. اوكي منيح. برجع بتقول عمود انا حطيت كثير، بترجع بتشيل الباقي. اوكي. واذا بتشوفوا استعملنا من الطحين تاع الوصفه اللي عم تمرق قدامكم هلا لثلاث اكواب. اوكي. لكن السكر مع الزبده. هنيجي نضيف فوقه البيض. كم بيضه شيخ؟ خمس بيضات. خمسه اوكي. وبنكمل بهالطريقه. اوكي. خلينا نشيل الكبيات، تعول العصير، نحطهم هيدي الميله حتى الريسيبي عنا تضلها جاهزه. منعلي شوي ومنجرب نشيل كل الاشياء المعلقه او الزبده المعلقه على الاطراف. ايه الزوايد. وبهالوقت حنحط لها ملعقه من الفانيل او ملعقه ونص من الفانيل على الطحينات دغري. اوكي. مش على البيض. بدنا نحطهم دغري هلا مع بعض. لانه يعني بالعاده نحن بنحط فكر دغري بنحطهم على البيض. حنحط ثلاث معالق بيكنج باودر. بيكنج باودر كمان. اوكي. هلا صار عندي فيني ضيف ثلاث معالق من الحليب البودره. هيدي الوصفه هون ملاعق كبيره، معالق كبيره هون، ملاعق صغيره بيكنج باودر فانيلا صغار. اي انا عم فكر استغل وقتي هون صوص شوكولا. يلا هلا بنضيف لكاد الفانيلا والبيكنج باودر والطحين. وعندنا غير ثلاث معالق الحليب البودره اللي حطيناه هون، عندنا كوب من الحليب السائل. هيدا انت جبته جاهز عبد الله ولا لا؟ اكيد جاهز. جاهز؟ لا ما دوبت البودر لانه ما حيعطيني نفس النتيجه. أوكي. يعني هذا حليب طازه مش مثل الحليب المجفف. هيدا سيدا كامل الدسم. مزبوط. اوكي. نشوف كيف صار عنا الخليط، نرجع نخلطه لاخر مرة. ايه لحتى نتأكد انه ما بقى في شيء مخبى 100% علينا. وهلا صار لازم الجوز ما كسرته، تركته مثل ما هو. وبنضربهم بالخلاط. بنضربهم، هيدي الكلمة الشهيرة تاعتنا، بنضربهم. ايه واكيد إذا بتشوفوا نص كباية مي أنا كنت معبى، خليتها بس لشوف يعني استعملت شوي منها لعجينة الكب كيك اللي عملناهم الاورنج كيك، وهلا بدي استعمل منها شوي. بس هالقد؟ ربع يعني؟ يعني بس لتعطيني اخذ الملمس اللي انا بدي اياه. اوكي. اوكي؟ يعني ربع كبايه. انجح حتى يعني اذا فيكم تقولوا ملعقتين ونص كبار. اوكي؟ طيب، هلا صار وقت انه نستعمل الكفوف. وصل الدكتور. وصل الدكتور. يلا يلا ظهروا لنا المريضة. هيدا الخليط عندي صار جاهز. اوكي يلا ها شو حنعمل؟ حنعمل حنخلط لاخر مرة، بنشوف كيف الجوز عنا بعده شقف. ايه عاطي لمس بعده. ايه هيك قطع صغيره. ايه حنسكب لورجيكم كيف بدنا نحشيه او كيف بدنا نعمل بقلبه طبقه من الشوكولا. اوكي كل شيء ولا يجوا جوا. ايه بقلب الفتحه هيدي ف ناخذ القالب اللي عنا وناخذ شوي من الشوكولا. من الشوكولا شوكولا ريحه القهوه كثير رائع. ايه مانا قويه ريحه القهوه. لا فيه لا حنترك الباقيين للقالب الثاني اللي حنرجع نعمله. وهلا نرجع بنحط طبقه ثانيه. اكيد ما بدنا نعبيها
كتير لانه على البيكنج باودر اللي عنا بده ينفخ والبيض بدها تنفخ الكيك او الخليط السويت اللي عنا. نترك البيكنج باودر يعمل شغله 100%. والانسب نحن اذا نتركها نص ساعه للعجينه قبل ما نخبزها، والاشطر والاشطر يعني احسن نتيجه هو انه كل المواد اللي تكون نحن استعملناها من البيض من الحليب من كل المكونات اللي حطيناها بقلبها تكون بحراره الغرفه. اوكي. ما تكون مسقعه. يعني هلا افضل نتركها شوي قبل ما نطلعها على الخبز؟ هلا انا فينا نتركها ربع ساعه ثلث ساعه. اوكي. بنرجع نخبزها، بس نحن اللي حنعمله حنتركها اليوم بالبراد لبكره، وبكره قبل ما نخبزها كمان بنشيلها قبل بنص ساعه ونتركها بحراره الغرفه. بحراره الغرفه لنرجع نكمل. هذا القالب الثاني انا حارجع كمله عندي. نرجع نعيد بسرعة شو عملنا. يلا نحرك مدقناهم. طيب يلا الليموناد بالتوت. ليموناد بالتوت ملعقتين ونص مربى التوت. لا ما حطينا مربى. لا بتذكرني حطينا مسرحية النجم عادل إمام. ملعقتين ونص مربى التوت. لكن بلشنا نهارنا بالترويقة. عملنا شو عملنا؟ عملنا الفتة مع اكيد بدك تنسيها للفتة لانه الفتة صدق ما دقتها. يلا هيدي لإلك. طيب هلا بعد شو؟ بتعملي الاكل البيت تاكلوا انتوا الطازة؟ ما بيتين كلهم عملتهم نفس الوقت. عملناهم الصبح هلا قد الساعة؟ بس اكلناهم. رجعنا عملنا السمبوسك الحلوة او سمبوسك الفواكه المجففة ورجعنا عملنا الاورنج كيك او الميني كب كيك على الاورنج مع المنتد صوص منتد سيروب، واخر شيء عملنا كعكة الجوز او كيك الجوز مع القهوة اللي منكهة بالجوز ومنكهة بالشوكولا. ايه. واخر شيء عملنا منتد او مش منتد عملنا فروزن ليمونيد حطينا معها توت. هيك بنكون عملنا وصفة 2 3 4 5 وصفات بنهار احد كان مليء. انا ان شاء الله بشوفكم برجع جمعة جاي. تاكيو لك. شكرا كثير شيف عبد الله، يعطيك العافيه. اكيد نهار حلو لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا. بكره من الساعه 10 بتوقيت بيروت بتدوروا التلفزيون وبتلاقونا. باي باي.